هذه الطائرة الحربية الأمريكية هبطت عام 1960 ميلادي بسبب عدم حملها التصاريح قادمة من مصر. طبعا الطيار الأمريكي كان في رحلة استكشافية وكان معه زوجته وأطفاله وتم الاعتناء بهم لحسب ما هو مكتوب. هذه أجزاء الطائرة. المكان هذا اسمه راس الشيخ حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. احنا عند السفينة اليونانية الغارقة، هذه لوحات تعليمية عنها، وطبعا هذه كانت متجهة للعقبة محملة بالطحين وتعلقت بالشعب المرجانية، ومن ثم اشتراها الخريصي بعد استلام من أمير المنطقة آنذاك بعد الحرب العالمية الثانية. عن اليونانيين حضروا هنا للتأمين وجدوا أن تكلفة إصلاحها أغلى من السفينة بكبرها، بعدين باعوها إلى الخريصي ثم حملوا الدقيق اللي فيها وبقيات أثر من أثار الحقل، وتعتبر يسمونها أهل حقل إنه تايتانيك.